مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المسابقه الترفيهيه اللي عم نقدم لكم اياها بمناسبه شهر رمضان المبارك. نحن اليوم بمنطقه تورمشتراسي، معنا اسئله ومعنا هدايا، تابعوا الحلقه وان شاء الله بتعجبكم. احنا من قناه الماي تي في عاملين مسابقه بمناسبه شهر رمضان، حنسالك سؤال واذا عرفت الاجابه حنربحك ان شاء الله. جاهز؟ راسك. طيب السؤال بيقول، ما هي اول عمله اسلاميه؟ شو اول عمله كانت؟ اول عمله اسلاميه هي ال احتمالات ولا احتمالات؟ ما في، فكر فيها، اذا ما عرفت اعطيك سؤال ثاني. الريال؟ لا، الريال اجابه خطا. حسألك سؤال ثاني على امل انك تربح معنا، ما هي لغه النمسا؟ النمسا شو لغتها؟ النمسا نمساوي. نمساوي. في إجابة تانية؟ لا، شو بيحكوا نمساوي؟ شكرا لك سيد عدنا، كنا حابين نربحك ولكن الإجابة خطأ. يعطيك العافية. حنشوف الشباب هون، يعطيكم العافية شباب، كل عام وأنتم بخير، نعاد عليكم إن شاء الله. حنسألك سؤال، في حال إجابة صحيح بتربح معنا. عرفنا عن حضرتك؟ حيدر. أهلا وسهلا فيك. السؤال بيقول، ما هو الغاز المستخدم في إطفاء الحريق؟ شو الغاز اللي بيستخدموه لحتى يطفوا النار؟ انا شلون اقول لك، انا فارسي ما اعرف ايش اقول لك بالعربي، ما يفهم كثير عربي. طيب حنن للسؤال، كيف بدك تطفي النار بقلب الغاز؟ ما انت عم تقول كب غاز على النار، ما بيمشي الحال، ما بيطفي النار. احنا ما عم نحضر على المصطلح، عم ناخذ على نوع الغاز يلي بيستخدموه، يعني احتمالات. احتمالات شو؟ اذا اعطيتك الاحتمالات حتعرف الاجابه فورا. لا، نحن ما نعرف عشان نربح. حنربحك، بس قبل بدنا نسألك، نشغل لك الذاكرة شوي. يلا غير. فين غير السؤال؟ حنغير لك السؤال. السؤال بيقول، بتعرف الجواب؟ طيب شو الإجابة؟ أكسيد الكربون. أكسيد الكربون. إجابتك صحيحة، حتربح معنا هدية تقدم شركة ATN جيرماني، عبارة عن تطبيق على الهاتف لمدة 6 شهور بقيمة 50 يورو، فيك تشاهد من خلاله جميع القنوات العربية. ألف مبروك. عرفنا عن حضرتك؟ محمد من سوريا. اهلا وسهلا فيك. اليوم نحن بمنطقه تورمشتراسي، الاجواء تختلف عن باقي المناطق في برلين، كيف الاجواء اليوم بهذا الشارع؟ لا اليوم الحمد لله، يعني شوفت عينك كلها مشاكل اكيد ما في. لا الحمد لله كله بخير وكله مبسوط الحمد لله. كيف الحركه الاقتصاديه؟ هل هناك اقبال من قبل ابناء الجاليه العربيه على هذا الشارع؟ اكيد، يعني الصيت رايح الاكثر لشارع الزن قلي، او اللي بيقولوا له شارع العرب. شارع العرب ايه هذاك معروف. لا يا هلا بشارع العرب اكيد، يعني تقريبا الشارع كله بتعرف انت، كله محلات عربيه وكل اسواق. صحيح مزبوط. حاب توجه معايده بهذا الشهر الفضيل؟ اكيد بدي اعيد اهلي بسوريا، لانه الوالده الله يطول بعمرها يا رب، اخواتي هون الشباب كلهم، كل واحد مقاطعه، صار لي تقريبا شي سنتين ما شفتهم، الله يفرج ونجتمع سوا، نجمعكم مع بعض ان شاء الله. شكرا لك. طيب حنسال الشاب اللي عم بيحلي، انه طلب سؤال ثاني. السؤال بيقول، من هو مؤسس علم الجبر؟ اجي من هون. درست رياضيات قبل ولا لا؟ درست رياضيات بس نسيتها بس زمان صراحه، سؤال ما اعرف جاوب عليه صراحه. طيب شكرا لكم الشباب، كل عام وانتم بخير. يعطيك العافيه. كل عام وانتم بخير. انت بخير. اسمع حضرتك جوفيان. من وين؟ عراق. اهلا وسهلا فيك. وحضرتك؟ وسام. عراق. اهلا وسهلا فيك. ونحن من قناه ماي تي في عاملين مسابقه بمناسبه شهر رمضان المبارك، حنسالكم اسئله واذا اجبتوا صحيح في هديه معنا بقيمه 50 يورو. جاهزين؟ طيب السؤال بيقول، ما هي اول عمله اسلاميه؟ شو اول عمله كانت بالاسلام؟ قول لي الجواب عندك. اول عمله اسلاميه. طيب حنغير السؤال، ما مشكلة. ما هو الحيوان الذي يصاب بالحصبة كالإنسان؟ في حيوان يصاب بالحصبة مثل الإنسان، نفس الشيء. في جواب؟ يلي بيجاوبه قبل حيربح. ما عندي معلومة. شو شباب، يعني بدنا نربحكم. لا اليوم شوي يعني عندنا تعبانين مجهود. الله يعطيك العافية. تحب توجه معايدة لحدا بهذا الشهر الفضيل؟ جميع أصدقائي طبعاً والأهلي و لكل العالم طبعاً. كل عام وأنتم بخير. يعطيك العافية.
كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. عرفنا عن حضرتك من وين؟ مصطفى الرباب. اهلا وسهلا فيك سيد مصطفى. نحن معنا سؤال، اذا اجبت صحيح لك هديه بقيمه 50 يورو معنا. جاهز؟ شو السؤال هذا؟ طيب السؤال بيقول، اين يوجد بحر بدون ماء؟ بحر الميت. البحر الميت فيه ماء. لا انت. اي بحر بيوجد ما بيكون فيه ماء؟ صحيح. يعني صراحه انا مش دارس على هذا السؤال، فيه لغز. بحر ما فيه ماء، كيف ما بده يكون فيه ماء؟ طيب. البحر. وين في بحر بدون ماء؟ وين بتلاقيه؟ وين في بحر بدون ماء؟ بالصحراء. الصحراء في بحر؟ لا. كيف بده يكون في بحر بلا ماء؟ والله هذا سؤالك يعني كثير. تعال وقف معي ساعدني يا عبد. ايه عبد الله هون، تعال شوي يا عبد الله. بلقى عبد الله في سؤال ثاني له. كل عام وانت بخير سيد عبد الله. حبيبي اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. طيب حنسألك سؤال ثاني، بتحب تجاوب نفس السؤال؟ غير السؤال. حنغير السؤال. ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟ كمان هو هذا السؤال عبارة عن حزورة يعني. لا يمكن فتحه. صحيح. الباب لا يمكن فتحه. كل الأبواب إلا فتحة، بس هو يعني. أي باب ما بتقدر تفتحه؟ أي باب ما بقدر أفتحه؟ ما بقدر أفتح إلا بابي. هعطيك سؤال ثالث على أمل أنه تكون تعرف الإجابة. من هو أقوى الحيوانات ذاكرة؟ والله ما عندي، ما في معلومة عندي. الكلب إجابة خطأ. طيب شو بتحكي لنا اليوم عن أجواء شهر رمضان الفضيل؟ كيف شايف الحركة اليوم، الحركة الاقتصادية؟ والله الحمد لله شهر رمضان شهر بركة ورحمة وكل شيء فيه، يعني لكل شيء عبادة ورحمة، يعني شهر كريم. أفضل شهور بالسنة كلها هو شهر رمضان. يعني هون كونكم أصحاب مهني، كيف عم بتشوفوا الإقبال على المشتريات هون؟ يعني تقريبا عندكم جميع البضائع العربية، يعني ما موجودة عند الألمان موجودة عند. لا مش موجودة عند الألمان. صحيح. بضاعة عربية بتجي من لبنان ومن مصر ومن السعودية، والحمد لله يعني ماشي. عليها إقبال بشهر يعني رمضان؟ إيه الحمد لله، في شغل يعني الحمد لله. تحب توجه معايدة لحدا؟ بحب عايد جميع الأمة الإسلامية، وإن شاء الله يكون السنة الجاية برمضان يكون خير على جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. حنسألك سؤال هلا ما خصه بالمسابقة، شو أكثر إشي بتنباع برمضان؟ أكثر إشي بتنباع برمضان هي الكبة النية. كبة النية على أي طريقة معمولة، اللبنانية؟ كبة لبنانية وجنوبية. أها حلو. طيب حأعطيك سؤال رابع أنا لأنه حابب أربحك. طيب السؤال بيقول، كم عدد ولايات ألمانيا؟ أسهل من هيك سؤال ما في. قديش لك بألمانيا؟ أنا صار لي 5 سنين بألمانيا، ما بعرفش كتير يعني بألمانيا كتير يعني لحتى أقول لك كم ولاية يعني. طب نحن نفتح المجال لحدا تاني، نحن حابين نطلع من هون مربحين أحد الأشخاص. معقولة 100 ولاية. طيب أنت من 100 ولاية، حضرتك كم ولاية بتقول؟ 100. كم ولاية بألمانيا؟ يعني ولاية شو؟ لمين الإجابة وشو الرقم النهائي اللي اتفقتوا عليه؟ 15 أو 16؟ 16. هلا لمين حنعتبر السؤال؟ إلك ولا لا؟ طيب 16 فعلاً الإجابة صحيحة، مش 100 ولاية. 16 ولاية في ألمانيا صحيح. تربح معنا هدية تخدمة شركة ATN Germany، عبارة عن تطبيق على الهاتف لمدة 6 شهور فيك تشاهد من خلال جميع القنوات العربية من بيناتهم قناة ماي تي في. شكرا. كل عام وانت بخير، نعاد عليكم بخير. يعطيك العافية. الله يخليك يا رب. مشاهدينا الكرام، في السيد عدنان يعني طلب منا نعطيه فرصة تانية لحتى يربح سؤال تاني، وبالتأكيد نحن حنعطيه هاي الفرصة على أمل يعني تعطينا إجابة صحيحة، ولا شو رأيك؟ إن شاء الله. جاهز للسؤال؟ إن شاء الله رب العالمين. طيب السؤال بيقول، لماذا ينام السمك وعينيه مفتوحتان؟ السمك ما بينام. أنا بقول لك ليش عم بينام، فهو بينام بس عيونه بتضل مفتوحة، ليه؟ أنا بعرف السمك ما بينام. السمك بينامش. السؤال بيقول السمك بينام بس بتضل عيونه مفتوحة، فأنت بتعتقد إنه هو منه نايم. منه نايم. بس هو نايم. ليه بيضل عيونه مفتوحين؟
يمكن شيء بخص بس ما انا اللي بعرفه ما بينام السمك. حغير لك السؤال، حيكون السؤال الثالث لك وهو الاخير، فحاول تلاقي الاجابه وما تتسرع بالرد. السؤال بيقول: ما هو اكبر طائر في العالم؟ ما هو اكبر طائر في العالم؟ النعامه. النعامه؟ مأكد من الاجابه؟ مأكد من الاجابه. اجابه ثانيه؟ لا، النعامه اجابه صحيحه. وفعلا يعني الفرصه اللي اعطيناك اياها ربحتك، حتربح معنا هديه تقدمت شركه اتي ان جيرماني، عباره عن تطبيق لمده 6 شهور على الهاتف لمشاهده جميع القنوات العربيه ومن بينهم قناه الماي تي في بكواليتي عالي وبدون تقطيش. الف مبروك سيد عدنان، كل عام وانت بخير. انت بخير. تعال نسالك، عرف عن حضرتك. حسين دبوق. من وين؟ من لبنان. اهلا وسهلا فيك. طيب حنسالك سؤال، اذا اجبته صحيح حتربح معنا هديه بقيمه 50 يورو. جاهز؟ تفضل. طيب السؤال بيقول: اين يوجد بحر بدون ماء؟ بحر بدون ماء. صحيح. بحر بدون ماء. ما في إجابة؟ لا لا. طب سؤال تاني، شو رأيك؟ من هو مخترع علم الجبر؟ علم شو؟ علم الجبر، هذا في الرياضيات، فرع من الرياضيات. الله وكيلك، كنت أكره المدرسة أنا كرهها. يعني أسئلة عن سألني مستحيل أعرفها. حكينا عن الفرق بين لبنان وبرلين بالنسبة لرمضان، كيف الأجواء هون وبتختلف عن لبنان؟ ما فيش رمضان. يعني هناك اختلاف بين رمضان برلين وبر... فيش ما بتحس يعني لا برمضان ولا بدين ولا بشي. شو اللي بيميز يعني لبنان برمضان؟ شو أكتر عادات حلوة برمضان هناك؟ بعد الإفطار، الجوامع، الأذان، الكذا، هذه كلها هون ما فيش منها هيدي العادات هون يعني. برلين هذا الشيء مفتقدين له؟ يعني فاقدين لهذا الشيء برلين؟ لا برمضان، لا بالزينة، لا بعد الإفطار، لا بالسهرات، لا بال... لا بالصحور، لا بالأذان، ولا بشيء. انتوا بخير. انت بخير يا رب. احنا من قناة ماي تي في، قناة الشرق الأوسط في أوروبا، عاملين مسابقة وحابين نسألكوا سؤال، إذا أجبت صحيح حتربح معنا. أربي مدام. إن شاء الله أربي. عشان تساعديه بالإجابة. يلا. عرفنا عن حضرتك؟ عاصم حمادي من لبنان. أهلا وسهلا فيك. السؤال بيقول: أين يوجد بحر بدون ماء؟ بحر بدون ماء؟ صحيح. صعب شوي، بحر بلا ماء وين فيه؟ عندك إجابة؟ لا والله ما بعرف. طب هعطيك سؤال تاني إليك. السؤال بيقول: لماذا ينام السمك وعينيه مفتوحتان؟ السمك ليش بينام وعيونه مفتوحة؟ ما عنده رموش. ما عنده رموش. ما عنده رموش ولا عنده شفون. إجابة صحيحة. ألف مبروك، تربحوا معنا هدية تقدمة مطعم أرابيسك. هذا مطعم موجود في القدام، بأي وقت حبيته فيك تروحوا يعني تفطروا بالرمضان أو تتغدوا بعد العيد، قيمة 50 يورو. ألف مبروك. هلا بعد ما ربحتوا معنا، بس احكي لنا عن أجواء رمضان في برلين. هلا أكيد في فرق بين لبنان وألمانيا صراحة، بس ببرلين حتى إذا ما شفت أهلك أو قرايبينك برمضان، كل واحد بيجتمعوا بيشوفوا بعض، بيفطروا مع بعض، بيزوروا بعض، فهذا الشيء حلو برمضان. من وين؟ من لبنان. من نبطية. أهلا وسهلا فيكي. شو اليوم عم تفتقدي له ببرلين؟ يعني شو الشيء أكتر شيء مفتقدين له ببرلين اليوم؟ أجواء رمضان المسحر. الحياة هيك. ما في مسحر ببرلين؟ صراحة فيش مسحر ببرلين. يعني فيش هالجو الاجتماعي هيك القوي، يعني الخليط الاجتماعي اللي مثل عنا موجود، بتظهر بتلاقي العالم ظاهرة عم تتسوق عم تجيب، يعني بتحس حالك عايش جو العيد. بس هلا مثلا شوي مفقودة هون. حتى ما بتحاولوا يعني تصنعوا هذا الجو صراحة؟ يعني ابناء الجالية العربية كتير كبيرة هون. انا كنت عم فكر فيها من شي اسبوع يعني، لا بعد ما مليت. بتصير مسحر ولا شو؟ والله اذا بصير مسحر عنديش مشكلة، بس بدك دولة تسمع. كل عام وانتم بخير، ونعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والعافية. شكرا لكم، يعطيك العافية. حنسألك سؤال، اذا اجبت صحيح حنربحك هدية بقيمة 50 يورو، جاهز؟ ان شاء الله جاهز. طيب السؤال بيقول: ما هي أول عملة إسلامية؟ درهم. إجابة خطأ. في جواب تاني؟ ريال. كمان خطأ. نحن بنحب نربح الناس، فلهيك حعطيك فرصة بسؤال تاني. السؤال بيقول: ما هي أكبر مدينة أوروبية أو عاصمة؟ عاصمة أوروبية باريس. باريس. للأسف إجابة خطأ. كل عام وأنت بخير، ونعاد عليك بالصحة والعافية. بخير.
فيك تقول لي أين أكبر عاصمة أوروبية؟ هلا بدي إياك تحضر حلقتنا لحتى تعرف الإجابة. كل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلامة إن شاء الله. نحن من قناة ماي تي في عاملين مسابقة، حنسألك سؤال إذا أجبت صحيح بتربح معنا هدية بقيمة 50 يورو، جاهز؟ إن شاء الله. عرفنا عن حضرتك؟ أبو بكر مبروك من ليبيا. أهلا وسهلا فيك. سيد أبو بكر، السؤال بيقول ما هي أول عملة إسلامية؟ أول عملة إسلامية الدرهم. درهم إجابة خطأ، في جواب تاني؟ دينار الدرهم ممكن. والله ما بعرف. طيب حسألك سؤال تاني وإن شاء الله بتعرف الإجابة. السؤال بيقول ما هو الحيوان الذي يصاب بالحصبة كالإنسان؟ فيل. في الإجابة خطأ، في إجابة تانية؟ لا والله ما في. طيب احكي لنا عن رمضان في ليبيا، كيف تكون الأجواء هناك وشو الفرق بين رمضان في ليبيا ورمضان في برلين؟ فرق رمضان في الدول العربية أكيد الفرق بيكون كبير بين الدول الأوروبية. الدول الأوروبية طول المحلات مفتوحة، القهوة مفتوحة والناس تأكل في الشوارع عادي، لكن في ليبيا ما فيش، كله في النهار تكون محلات المطاعم كذا. شو الميزات الحلوة بليبيا؟ أكيد السهر بالليل باهي، والمحلات مفتوحة بالليل باهي، والأجواء رمضانية أكيد العائلة تلتم مع بعضها. كل عام وانت بخير. الله يخليك. صحة سلامة. شكرا بالي. شكرا. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب. الله يسلمك. نحن من قناة الشرق الأوسط في أوروبا عاملين مسابقة وحابين نسألك سؤال، إذا أجبت صح تربحي معنا، جاهزة؟ تفضل. إيه تفضل. عارفين عن حضرتك من وين؟ منال بعاج من سوريا. أهلا وسهلا فيك ست منال. السؤال بيقول ما هي أول عملة إسلامية؟ هي عملة أول عملة إسلامية ما في كلت احتمالات. ما في احتمالات. بدك بغير السؤال. لا بس سؤال. ما هي أول عملة إسلامية؟ كيفك برياضيات؟ لا أنا أدبي. أدبي. من هو مؤسس علم الجبر؟ علم الجبر حيا ابن حيا. هو الصيام طول بالك لله. ابن النفيس. لا في إجابة. حيان. لا ما في أسئلة. طب أعطيك سؤال تاني، شو رأيك؟ السؤال بيقول ما هو الحيوان الذي يصاب بالحصبة كالإنسان؟ تمساح. تمساح ما بيصاب بالحصبة. حسهل لك السؤال. هلأ في بعض العلماء بيقولوا أصل الإنسان، شو أصل الإنسان؟ قرد. أصل الإنسان حيوان. حصل المونتاج. لا لا. حصل يعني المونتاج ما تحكي لي. معلش الصيغة. يعني اعتبر حالنا ما سألنا. حرجع أعيد لك السؤال، ما هو الحيوان؟ سؤال بيقول ما هو الحيوان الذي يصاب بالحصب كالإنسان؟ القرد. القرد ليش القرد يعني؟ ليش يعني القرد؟ لأنه أكثر شيء بيشبه الإنسان. لا لا القرد الإجابة صحيحة بس مش لأنه بيشبه الإنسان. ألف مبروك، حتربحي معنا هدية تقدم من شركة إيتي أن جيرمان بقيمة 50 يورو، عبارة عن تطبيق بتنزليه على الهاتف لمدة 6 شهور مجانا، بتقدر تشاهدي من خلاله جميع القنوات العربية بكواليتي كتير عالي وبدون تقطيش، ومن بيناتهم قناة ماي تي في. يعني اليوم كامرأة كيف شايفة أجواء رمضان في برلين؟ عم تقدر تتسوقي؟ عم بتلاقي شيء يعني بتلاقي المكونات اللي بدك تطبخيها ولا كيف الطبخات؟ لا والله بتلاقي كل شيء وزيادة كمان. لا هون خاصة نحن بالتورم لا بتلاقي كل شيء. يعني ما عم كامرأة ما عم بتعاني من قصة المأكولات، يعني أي أكل بتجي على بالك عم تقدر تطبخوها؟ إيه لا كل شيء، ملوخية، رز، كبسة، لا كل الأكلات. بس كيف الأجواء بتختلف عن سوريا؟ شوي. إلا شو؟ السختورة، السختورة هي بالحمصة. شو هي السختورة؟ ما بعرفها. الأشي. الأشي. هاي لا. ما عم تطبخوها أبداً؟ لا منوصي عليها توصاي بصراحة، يعني شهوي يعني. يعني شو بتتميز اليوم برلين برمضان عن سوريا؟ أكيد الأجواء في بلادنا العربية بتختلف، بس شو في شيء هم مميز من وجهة نظرك؟ يعني بالنسبة لنا إيه؟ هلا بصراحة في مولات عم تتحرك كتير، يعني بتروح بتقضي وقت يعني كفراغ، أما هناك
يعني قليل وقتك، يعني فرضا فت على الريف بتضيع الوقت ولا كيف؟ ربة منزل انت بتضيع الوقت؟ لا هلا عندك النهار كله لانه بالبيت انه صحيح، ونهار طويل بالمانيا الساعة 10 شفت انه نهار طويل، ايه فشو بدك تساوي؟ ايه فبتسلى انه مع الولد وفي اماكن يعني ايه حلوه هون. العام وانت بخير وينعاد عليك وبالصحة والعافية. العام وانت بخير. شكرا لك. يعطيك العافية. يعطيك العافية عم. أهلا وسهلا. عم أنت بخير. أنت بألف خير. إحنا من قناة الشرق الأوسط عاملين مسابقة بمناسبة شهر رمضان. الله يخليك. حابين نسألك سؤال وإذا أجبت صحيح بتربح معنا. بداية عرفنا عن حضرتك ومن وين؟ صفوت شنان من حلب. أهلا وسهلا فيك سيد صفوت. السؤال بيقول ما هي أول عملة إسلامية؟ أول عملة إسلامية. فرعونية. عارفين عن حضرتك؟ غنوة من حلب. أهلا وسهلا فيك. حسألك سؤال تاني، إذا أجبت صحيح حربحك هدية بقيمة 50 يورو. أنت زايرة لبنان قبل؟ طيب ماذا يوجد وسط بيروت؟ أنا زايرتها مرتين بس المنارة سور حمراء شلال حمراء. انتبهي للسؤال يمكن يكون فيه لغز. ماذا يوجد وسط؟ بيروت. ماذا يوجد وسط بيروت؟ الراء. الإجابة لمين؟ واحد. أنا حاولت يعني أضيعك بالسؤال، سألتك إذا زرت لبنان، هو فعلا حرف الراء وسط كلمة بيروت حرف الراء. ألف مبروك، تربحوا معنا هدية تقدم شركة كاسي أم جرماني، عبارة عن تطبيق على الهاتف لمدة 6 شهور، فيك تشاهد من خلاله جميع القنوات العربية بكواليتي كتير عالية ومن ضمن قناة الماي تي في. ألف مبروك. طيب شو بتحكونا عن أجواء رمضان يعني ببرلين؟ يعني شايفكم أنا اليوم متسوقين. حلوة وما شاء الله كتير حلوة، يعني لما بتمشي في طقوس. هلأ دخلت أنا على محلات يعني برا المحلات العربية ما في حدا، المطاعم طبعا يعني في جو رمضان. هلأ نحن كتير من الأشخاص قالوا لنا ما في جو، أنت كيف يعني ممكن تردي على هاي النقطة أنه هل في جو وما في جو؟ سوريا والبلاد العربية أكيد ما بتطبق يعني. والله في ناس قالوا عدم هون. ما في جو بالمرة، هل هذا الشيء صحيح؟ أنا بعمل حتى نوضح للمشاهدين. أنا بعمل جو لنفسي بعائلتي بطقوسنا نحن، إيه ممكن، بس في ناس اللي ماله حدا ممكن يكون ما بيعمل طقوس، بس مثل ما قال المطاعم العربية يعني بالعادة بنعدي من قدامها بتلاقي زحمة أكثر من هيك. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. حنسألك سؤال إذا أجبته صحيح حتربح معنا هدية بقيمة 50 يورو. السؤال بيقول من هو أقوى الحيوانات ذاكرة؟ ما هو أقوى الحيوانات ذاكرة؟ ما عندي فكرة. في إجابة؟ قول اسم بلكي طلع صح. ما عندي فكرة. أقوى الحيوانات ذاكرة. صحيح. عنده ذاكرة قوية. بيقولوا ذاكرة السمك هي 5 ثواني أو 10 ثواني. لا لا. ذاكرة قوية. في الإجابة غلط، حاول ابحث عن إجابة تانية. الجمل. أكد من الإجابة؟ إيه مأكد، لأنه الجمل ما بينسى اللي أنت أول شيء قلت السمك بعدين الجمل، يعني في فرق كبير بيناتهم. ذاكرة السمك هي هلا السمك بس يهاجر من محل لمحل، هي غريزة ما ذاكر، بس بيقولوا ذاكرة السمك فلان مثل ذاكرة السمك يعني دغري بينسى. يعني شو الإجابة النهائية؟ الجمل. الجمل إجابة صحيحة. ألف مبروك، تربح معنا هدية تقدم شركة كاسي أم جرماني بقيمة 50 يورو عبارة عن تطبيق على الهاتف. كل عام وأنت بخير. يعني اليوم إحنا بمحل حلويات، كيف الإقبال من قبل أبناء الجالية العربية بشهر رمضان المبارك؟ أول شيء شهر مبارك ونحن هون محلين ما محل واحد. في حلويات هون، في عنا نحن قهوة تازة وفي عنا مكسرات كلها تازة. أنا مسؤول عن المحل اللي فيه المكسرات والقهوة العربية، والشباب رفقاتي مسؤولين عن الحلويات، وبشهر رمضان المبارك تحديداً بضاعتنا كل يوم منغيرها. كل عام وانت بخير، نعد عليكم بالصحة والعافية. شكراً لك. حابين نسألك سؤال، إذا أجبته صحيح هتربح معنا هدية بقيمة 50 يورو. أكيد. متأكد. تفضل. طيب السؤال بيقول من هو مؤسس علم الجبر؟ مش قلت لك الحيان؟ جبر الحيان؟ سألتك برا أنا؟ لا. لا لا. كيف قلت لي؟ اللي بعرف شو قلت لك؟ قلت لي ما بتعرف، بس السؤال جبر الحيان. إلا ما يكون مارق عليك. نسيه. ما في إجابة؟ طيب وين بتشوف بحر بدون مي؟
البحر بدون ماء. ما تحط براسك انه ما حتقدر تجاوب، فكر ان شاء الله بتلاقي الاجابه. ما بعرف. ما مشكله. عم شو عم تشتري اليوم انت؟ والله انا بشتري شويه حلويات يعني للفطره. كيف اجواء رمضان؟ حلو حلو. رمضان رمضان عباده، حلويات، اطفال حلوين. شكرا لك عم، وكل عام وانت بخير. الى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه، دمتم بامان الله.